يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام، وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام، وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام، ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. البحار العميقة يا عالي الجبال، أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال. إلى البحار العميقة إلى عالي الجبال، نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. ونشوة في البداية وعبرة في الختام، ورحلة في المكان ورحلة في الزمان. للبحار العميقة إلى عالي الجبال، نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. إلى البحار العميقة إلى عالي الجبال، نغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. كان يا مكان، 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 كان يا مكان. سلامات مشاهير. أهلين جارنا. تسمحي تيجي معي وتشوفي هالشوفي؟ أنا شوفي؟ باب بيتنا. شو بو؟ بتعرفي إنه لسه ما مضى أسبوع على طلوع الدهان من بيتنا؟ إيه صحيح، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكي. بس شاهر وريم الله يسلمهم حولولنا الباب للوح مدرسة. شلون يعني؟ يعني برأيي تيجي معي تتفرجي على الباب. ما كتبنا أو رسمنا شي على باب الجيران، بس جارنا يمكن شافنا. أكيد شافنا. شافنا ما شافنا مو نحنا اللي رسمنا أو كتبنا شي، فهمتي؟ لكان ليش لحقنا وهلأ عم يحكي للماما؟ نحنا بس وقفنا صرنا نقول يا حرام، مين هيك مساوي بالباب؟ مو هيك ريم؟ إذا بتعرف إنه هذا باب مو لوح. ألو باب وألو لوح. ورجيني إقلامك لشوف، وانتي كمان يا ريم.
وين الإقلام اللي كتبتوا فيه على باب جيراننا؟ ريم، انتي ما بتكذبي، وين الإقلام؟ مو بالإقلام كتبنا على باب الجيران. لكان بشو؟ بالحوارة. لشوف شو بدك تقول لأبوك لما بده يبعت مين ينظف لهم الباب للجيران. هذا إذا ما اضطرينا ندهن الباب من أول وجديد. طيب على عيني جارتنا. تفضل تفضل. مساء الخير جيراننا. أهلين. أهلا وسهلا. تواخذوا لنا على الإزعاج. حمدي يا ريت تنزل تشوف ساعة الكهرباء تبع جيراننا، مدري شبهها. خير جارتنا، شو الكهرباء مقطوعة عندكم؟ خذي العين، عندكم مو مقطوعة. والله يا ابني من امبارح لهلأ ما اجت الكهرباء، وابني مسافر الله يخليه، لهيك أنا ما بعرف شو بدي أعمل. على عيني جارتنا، رح شوف شو القصة، بس هذا أكيد القاطع نازل. تفضل ارتاحي جارتنا، تفضل. يلا أنا نعست تيتي، رايح نام. شو بكير تيتي؟ لسه برنامج الرياضة ما طلع. صحيح، بس بكرة علي دروس صعبة. شاهر عود عاوزتك، وانتي كمان يا ريم. مثل ما توقعت جارتنا، القاطع نازل، اجت الكهرباء. يعني هلا اجت الكهرباء؟ ايه نعم اكيد. يسلموا ايديك يا جار، يسلموا هالايدين. لكن ليش بيقولوا الجار للجار؟ الجار للجار ولو جار جارتنا. جارتنا ارتاحي لعمل لك فنجان قهوه. شكرا يا بنتي شكرا. بعدين ما بقدرنا. على كل حال إذا بيلزمك أي خدمة بغياب ابنك نحن جاهزين جارتنا. شكراً يا ابني، يعطيك العافية. الله يعافيك. بخاطركم، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بالأمان. أي سيدي حكولي لشوف مين منزل قطع الكهرباء؟ يا شاهر ما في شي تيتي، رميتك مالت التفاحة. مو عيب تيتي، لك هدول جيراننا. بعدين أنا قديه صرت منبهة عليه أنه تبطل هالعادة السيئة هاي. ما في حدا بالبيت، مسافرين. مسافرين تيتي ولا مو مسافرين، في حدا ولا ما في حدا؟ هلأ أفرض أنه نحن ساكنين تحت بيهون عليك يرموا زبالتهم علينا. اسمع يا شاهر، وانتي يا ريم، هي تالت مرة بظرف أسبوع بتعتدوا على الجيرة. لا تيتي، قصدي العب واتسلى. اللعب والتسلاية ما لازم تأذي حدا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل سابع جار. طيب أنا معك هلأ، إذا بابا سامحك مرة ومرتين
الثالثة ما رح يسامحك فيها. تيتي غلطنا، ما بتسامحينا، ما عاد نعيدها. تيتي شو يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل سابع جار، يعني ليش وشو السبب؟ تيتي معلش رح سامحكم أنا كمان هالمرة، رح أفهمكم ليش وشو السبب. تعال هاتي الصحن معي ليقومي ندلع على حدا كمان. عدو تيتي يلا رح أحكي لكم حكاية لحتى تعرفوا شو معنى الجيرة وليش الجار إله على الجار. انتبهوا لي منيح. كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان في شهبندر تجار من أصحاب المال والجار، وهالشهبندر كان يشتري ويبيع ويقضي بين التجار إذا اختلفوا على شيء. وكان هالشهبندر سمعته جيدة وصيته مثل المسك. ومرت الأيام والدنيا دولاب والدهر قلاء، وهالشهبندر فجأة خسر كل أمواله. وعلى أثرها يا تيتي مرض وقعد بفرشته وما عاد يقدر يقوم منها. وبيوم من ذات الأيام قل بسم الله يا رجل إنه الشافي المعافي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكني مللت الدواء يا امرأة وغير راغب فيه، لقد يئست منه. لا تيأس من رحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. سأنادي جارنا الطبيب. لا دعيه الآن في هذا الوقت المتأخر من الليل. إنه جارنا وقد طلب مني أن أستدعيه في أي وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليك يا جاري العزيز، لا عليك. فمرضك أقل مما تتصوره أنت، بل إنني أجزم أنه نتيجة القلق الذي عانيته في الفترة الماضية. هل أحضر لك شيئا أيها الطبيب الطيب؟ ضعي بضع قطرات مع حليب أو ماء ثم اسقها لجاري العزيز عندما تشتد معه هذه الحالة. جزاك الله عنا كل خير. الآن أستودعك الله. مع السلامة. وفي الغد إن شاء الله سأعودك ثانية، ولكن آمل أن أراك على أحسن حال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أما كان من وسيلة أخرى أيها الوكيل؟ كان لابد من بيع البستان لسداد دين السنجقدار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقيب الأشراف يسألني عن الطاحون يا سيدي. وماذا يريد نقيب الأشراف من الطاحون؟ هل لديه قمحا يريد طحنها أو؟ لا لا يا سيدي، إنه يطالب بحصته من تجارة الهند التي اشترك معنا برأس مالها. ولكنه يعلم أن المركب قد غرق وخسرنا أموالنا جميعا. يقول إنه لم يدخل معك بالتضامن، بل دخل بالأرباح فقط. إنه يطالب بالطاحون كتعويض عن خسارته إذن. نعم يا سيدي، هذا ما فهمته منه. ولما لم تعرض عليه جزءا من الخان الذي نملكه في سوق الحرير؟ لعلك نسيت يا سيدي أن قاضي القضاة قد وضع يده على خان سوق الحرير منذ فترة. أرى أن المرض قد فعل فعله بجسمك يا سيدي. تريد أن تقول إن الحالة التي توصلنا إليها قد تركت أثرها في عقلي قبل جسمي، أليس كذلك؟ حسنا، ما هو الحل برأيك؟ هناك حل واحد فقط يخلصنا مما نحن فيه. هاته لو سمحت. السلحدار يا سيدي. لا، السلحدار لم يشترك معي في تجارة ولم يتاجر إطلاقا. صحيح يا سيدي. ماذا إذن؟ السلحدار يا سيدي يريد شراء بيتك هذا. وهو مستعد لتسديد كافة ديونك لقاء تملكه هذا البيت. لا لا لا، سبحان الحي الباقي، لا يبقى على ما هو إلا هو. يجب أن تأكل يا رجل، إن جسمك لم يعد يقاوم. أين أطايب الطعام التي كانت تملأ مائدتنا العامرة؟ أين اللحم؟ أين الدجاج؟ أين الطيور المحمرة؟ أين المعجنات الممزوجة بالسمن والعسل؟ الحمد لله على نعم الله. الحمد لله. الحمد لله. إن ربك سبحانه لا ينسى من رزقه أحد. ها هو الدجاج. من أتى به؟ جارتنا أم الوليد. أتتصدق علينا؟ من قال ذلك؟
لطالما كنا نتبادل أطباق الطعام منذ سنين. والآن بماذا تبادلينها بهذا الطعام الجيد؟ بالشكر. ألا يكفي زوجها الطبيب وما يقوم به من أجلنا؟ ومن هذه المرة أيضا؟ إنه الدواء الذي وصفه لك أبو الوليد. من جاء به؟ محمد بن جارنا العطار. من أين جئت بثمنه؟ لم يطلب ثمنا، بل قال إنه بعض الوفاء لأعمالك السابقة والخيرة معه ومع أهل الحي. إذن فقد قررت أخيراً أن تبيعني بيتك هذا. نعم، فلابد من وفاء حقوق الناس وتبرئة ذمة تجاه الخالق. من يدري، فكلنا تحت ألطاف الله سبحانه وتعالى. وكم تظن يساوي هذا البيت بعد أن جردته من كنوزه الثمينة؟ إنه يساوي أضعاف المبلغ الذي عرضته على وكيلي هذا. أشكر أنني عرضت عليه عرضا مجزيا. كان عرضك يا سيد السلحدار مجموع ديون سيد الشهبندر مهما بلغت لقاء تملكك هذا البيت. كان هذا قبل أن يصبح هذا البيت قاعا صفصفا. المكان بالسكان والبلاد بأهلها، هكذا يقولون، وهذا ما نعرفه جميعا. يقولون، ما أكثر القول وقل الفعل. المهم أدفع في هذا البيت على ما هو عليه 100,000 درهم. وأنا أقول 100,000 درهم. ماذا تقول؟ هل جننت يا رجل؟ قد لا يساوي بيتي هذا أكثر من 100,000 درهم فقط. إذن لماذا تطلب أضعاف أضعاف المبلغ؟ ها؟ أما الباقي وهو يفوق ثمن هذا البيت أضعافا مضاعفة فهو ثمن الجيرة التي عشت بينهم عمري وكانوا خيرا من أهلي. ماذا تقول؟ أقول إني أبيعك ما لا يقدر بثمن، جيرتي لهؤلاء القوم، فالجار أغلى من الدار. إذن فقد رفض الشهبندر بيع بيته حبا بجيرتنا. الأصح أنه طلب مبلغا يعادل أضعاف ثمن البيت قائلا للسلحدار بأنه تعويض عن فراق جيرانه الأوفياء. هذا أمر يدعو للفخر، بل إنه الوفاء والتقدير من الشهبندر. لن يكون الشهبندر أكثر وفاء منا لحق الجوار. ترى كم يبلغ الدين المترتب على الشهبندر أيها الوكيل؟ هل تقصد؟ نعم أيها الجار الطيب، لقد اشترينا نحن جيرانك حق جيرتنا معك. هذا المبلغ لتستعين به على قضاء حاجاتك، وليغنك الله تعالى من فضله.
تبقى في جوارنا، نعتز بك وتعتز بنا، فالجار قبل الدار. بارك الله بكم. صحيح، الجار قبل الدار. بقى هيك يا حبيباتي، بيبقى الجار أعز وأقرب من الأهل، ومثل ما بيقولوا الجار قبل الدار. مفهوم تيتي؟ وانت يا ريم وتوتي توتي؟ خلصت الحتوتي. برافو عليكم. يلا تيتي هلا قوموا واكتبوا وظايفكم. الشخصيات المكتوبة هل عاشت أم